كانوا بالمشفى الوطني ما قدروا يطلعون. طبعا اولادها بناس خيرين قدروا يطلعون ديام خيام عنيسة. تواصلنا مع ناس وكلفناهم يروحون على المشفى الوطني. نحكي برمضان يمكن بداية رمضان العشر الأوائل رمضان 2017 أكد لي شخص أنه راح وشافها وكان زوجها على قدر الحياة يعني. أثناء عليها لأنه بي قسم من جيراننا يستقون بالاستجابة الأولية بالمقابر الجماعية. كانت معها هويتها ما وحتى الآن رحمت والدتي الله يرحمها. حتى بالفترة الأخيرة أصيبت بمرض حالة نسيان بسبب حزنها على بنتها وولادها تشردها.